الكيميائيين مخلوطة بالماء والذهب وكبد حيوان ميت. ومع ذلك دائما ما كانت تتحول أحلام الخلود إلى سراب، ولن يستطيع الإنسان تجاوز الأجل الذي قدره له الله. ومع بدايات القرن 21 يعتقد بعض العلماء أنهم على أعتاب حل لغز الخلود، وأنه غدا سوف نتوقف عن النظر إلى أبطال الأفلام الخالدين على أنهم أساطير، وسنصبح نحن أبطال قصصنا الأسطوريين. فماذا سيحدث إذا تحول حلم الإنسانية إلى حقيقة؟ في الطبيعة يوجد مخلوقات مذهلة تعيش لفترات طويلة. على سبيل المثال هذا الفرخ الألوتياني الذي يرفض الموت بعد شيخوخة استمرت أكثر من 200 عام، لكن هذا السجل تم كسره وتخطيه بأكثر من ذلك بكثير في قارة أنتاركتيكا، حيث يعيش الإسفنج منذ 20,000 سنة. وكائن الهايدرا الذي يستطيع تجديد جسده إلى عدد لا متناهي من المرات، ووفقا للبروفيسور مايكل روز أنه قريبا سنكون قادرين على تجاوز هذه المعمرات، وخلال من 20 إلى 40 عام سيكون كل واحد منا قادر على العيش 1000 عام أو أكثر. وتمديد إقامتنا في هذا العالم ربما يكون ممكنا. على سبيل المثال اكتشف علماء الهندسة الوراثية أنه في الخلايا البشرية يوجد شيء مخبأ فيها يسمى الخلايا التيلوميرية، والتي توجد في نهايات الكروموسومات، والتي تحتوي على المعلومات الجينية المخزنة لكل كائن. أو بشكل أبسط التيلومير يشبه قطعة البلاستيك الموجودة في نهاية رباط الحذاء من أجل الحفاظ عليها من الانفلات. والتيلومير مهمته منع تحلل الصبغيات ومنع اندماج النهايات الصبغية ببعضها البعض. لاحظ العلماء أن الخلية كلما تنقسم يقصر طول التيلومير إلى أن يصير قصيرا جدا عندما يتقدم الإنسان في السن، فتعجز الخلايا عن الانقسام وتضمحل أعضاء الجسم وتنتهي طاقته إلى أن يموت. وقد وجد علماء كلية الطب جامعة ستانفورد طريقة لاستطالة اصطناعية للتيلوميرات، كما يعتقدون أنهم توصلوا لحل علامات أمن الخلية ونسخها، والتي بدونها يصبح إطالة العمر أمرا مستحيلا، والحصول على طريق مباشر إلى الأبدية أصبح أمرا متاحا، أو ربما ليس كذلك. فالمشكلة أنه النشاط العالي للتيلوميرات لوحظ أيضا في معظم الخلايا السرطانية، أو بمعنى آخر أن إدراج آلية إطالة أمد التيلوميرات سيؤدي بدوره إلى زيادة الأمراض السرطانية. ومع ذلك ربما يبدو أن العلم في طريقه لحل هذه المشكلة. في العام الماضي حاول العلماء في كلية هارفارد الطبية زيادة التيلوميرات ببطء أكثر من التجارب السابقة، ودون حدوث أي تأثيرات جانبية لهذه الطريقة بما فيها حدوث السرطان، لكنهم لم يكتشفوا الطريقة الصحيحة بعد. لكن ليس هذا الطريق الوحيد إلى الأبدية، فعن طريق الخلايا الجذعية والتي تستخدم بالفعل لاستنساخ الحيوانات والنباتات، وعد العلماء أنه في المستقبل القريب يمكن الحصول على نسخ لا حصر لها لنفس الشخص، والتي بدورها ستعطي البشر فرصا غير مسبوقة ويمكنه الخلود. سيكون قادرا على زراعة شجرة البلوط في بستانه مع قدرة على مراقبة نموها من البذرة حتى تصبح شجرة ضخمة خلال 500 عام، ويصبح قادرا على الفرح بإنجازاته والإعجاب بإنجازات أحبائه طويلة الأمد، وكما سيتمكن من إتقان جميع المهن التي تهمه وإنجاز مشاريع مصممة لقرون، ويستطيع السفر إلى الكواكب البعيدة دون الخوف من الموت في مجرة بعيدة. بعبارة أخرى بداية العصر الذهبي للبشرية، أو ربما على العكس. ماذا لو أن الخلود سيؤدي إلى كارثة للبشرية؟ الحياة الأبدية لن تجلب السعادة للبشرية، لأنها ببساطة تتناقص مع طبيعة الحياة ونظامها، وسيكون على كبار السن تغيير حياتهم والحصول على الشباب والنشاط ومواجهة الأفكار الجديدة لمجتمع الخالدين بشجاعة، كما أن الكوكب سيكتظ بالسكان، مما سيضطر البشر من أجل الحفاظ على مستوى معيشة ملائم وموارد كافية إلى الحد من الخصوبة أو حتى القضاء عليها نهائياً. وبالتالي ستتحول الأرض إلى تكتل من كبار السن ذوي الأفكار العقيمة والبالية، بالإضافة إلى أن وجود الكثير من النسخ ستأتي معها مشاكل جديدة وغير مسبوقة، أقلها انتشار الفقر والبطالة. وخلال بضعة قرون سيتراجع هذا المجتمع بطريقة مخيفة وتختفي حضارتنا. لكن ماذا لو كان كل شيء على النقيض تماما؟ في المستقبل القريب يمكن أن ينخفض متوسط عمر البشر حتى 20 عام، على حد تعبير الطبيبة المحنكة إيرينا تشوكايفا من روسيا الاتحادية.
وقد أكدت أنه بينما نطارد نحن حلم الأبدية، ستعمل الميكروبات الضارة أيضا على نفس المسألة، وربما تتطور مليارات الميكروبات وتهاجم البشر بقوات جديدة في الوقت الذي لن نكون مستعدين لمثل هذه الهجمات، وتكون النتيجة أن نقف عاجزين أمام جيش من الوحوش غير المرئية. والحقيقة أنه في الفترة ما بين عام 1945 إلى عام 1950 طور العلماء حوالي 50 نوعاً من أدوية مضادات الميكروبات، ومع ذلك حالياً تلك الأدوية فقدت فاعليتها. وفي 20 عاماً الماضية لم يستطع العلماء إلا تطوير نوعين فقط من المضادات الحيوية الجديدة المقاومة التي لم تستطع الصمود في مواجهة الطفرات في الميكروبات. ووفقاً للدراسات فإنه هناك زيادة ملحوظة في مقاومة لواحدة من العدوى المعوية المستشفوية، وقد تؤدي إلى زيادة في الإصابات المميتة. وفي نهاية المطاف فإن الخسارة في الحرب مع الكائنات الدقيقة سرعان ما ستعود بنا إلى مرحلة الإنسان البدائي. لكن ماذا لو كان خوفنا من الكائنات الدقيقة وغيرها من المصائب القاتلة مبالغ فيه؟ من أجل مساعدة البشر في الحفاظ على الصحة والشباب، طور العلماء علاجاً جديداً عبارة عن نانو روبوتات بحجم لا يزيد عن حجم الذرة، وقد يبدأ بالفعل في إدخالها إلى الجسم قريباً لعلاج الأورام، وستكون تلك الروبوتات قريباً ضرورية لكل المرضى حول العالم من أجل تنقية الدم من جميع أنواع البكتيريا الضارة عن طريق حقن الروبوتات مباشرة في الخلايا المصابة، أو إذا أرادت استبدال أي جزء من العمود الفقري سيتم حقن المصابين بذرات من التيتانيوم لتحل محل الجزء الفاشل من العمود الفقري. لكن هل حقا سيكون بإمكان الجميع استخدام تلك المعجزة الطبية؟ في الوقت الحالي هذا النوع من العلاج مكلف للغاية، ولا يمكن أن يتحمل نفقاته إلا أولئك القادرين على إنفاق عشرات الآلاف من الدولارات. ووفقا للتقديرات يستطيع استخدام تلك الخدمة 10% فقط من سكان الكوكب، وفي المستقبل القريب من غير المرجح أن يتغير الوضع كثيرا، وسيصبح إكسير الشباب موجودا في دائرة ضيقة من مالكي أكياس النقود، وسيجلس الأغنياء طويلا جدا في قصور ضخمة بلا اكتراث ولا كلل، يضاعفون كنوزهم بينما يقبع سكان الكوكب الآخرين في القاع غير قادرين إلا على الخوف ومراقبة تلك الأمور من بعيد. لكن لا يمكن أن يكون هذا هو مصيرنا، ومقعد المشاهدين لن يكون عادلا. طبقا لإحدى النظريات سيكون الحلم متاحا لكل البشرية خلال 40 عاما كحد أقصى، وسيقدم العلم هذه الهدية للبشرية في شكل حضارة إلكترونية. سيكون بمقدورنا ببساطة إعادة تشغيل وعينا من خلال الحاسوب، ثم في ثواني تكون جاهزا. وهذه الفكرة لها الكثير من المؤيدين، منهم الملياردير ديمتري تسيكوف، والذي كما خطط أنه في عام 2045 سيكون قادراً على تحميل بيانات مخه إلى جسد مجسم، وأي شخص يرغب في رقمنة عقله سيكون قادراً على القيام بذلك، ولن يتطلب الأمر تكلفة، وسيكون من الأبطال الإلكترونيين، وسيكون لهم قدرات مذهلة لا تصدق لذلك الجنس البشري الحاسوبي، ولن يكون من الصعب تحميل معرفة ضخمة إلى الدماغ في جزء من الثانية مع القدرة الخارقة على السفر عبر قاع المحيطات أو عبر الفضاء، ولن يحتاج إلى الغذاء بالإضافة إلى العيش في بيئة نظيفة إلكترونية. ويستطيع الرجل الإلكتروني الوقوف في مواجهة أقوى الأسلحة، لذلك تصبح الجيوش من الماضي، حتى أن الأشخاص الرقميين سيكونوا قادرين على تغيير مظهرهم بسهولة، والحاسوب يمكنه إعطاؤهم حتى أكبر شخصية افتراضية. على سبيل المثال، إذا تبادر إلى الذهن صورة الدب خلال 5 دقائق تحصل على فرو وجسم الدب المرعب. لكن ماذا لو كان كل هذا خدعة كبرى؟ يعتقد العلماء أن العقل الرقمي سيكون بالطبع قادراً على تخزين المعلومات المتراكمة من قبل البشر، لكنها ستبقى فقط مجرد نسخ استنسخت مؤخراً من النسخة الأصلية. على سبيل المثال، سيكون المخلوق الإلكتروني على الأرجح خالياً من العواطف تماماً، لا يمكنه الاستمتاع بأشعة الشمس أو الإعجاب بالشفق القطبي، وغير مكترث بغناء العصافير أو المذاق الرائع للتفاح المقطوف للتو من الشجرة. وعند مقابلة شاب وفتاة رقمية فإن قلوبهم لن تتوقف عن الدق بسرعة، لكن ليس لهم قلوب بالمعنى المعتاد، ولن تعرف المخلوقات ثلاثية الأبعاد ماذا يعني الحب. صحيح أنهم سيكونوا قادرين على الارتقاء بالحضارة بسرعة دون معاناة في نفس الوقت،
لكن كيف يجب أن نجاهد من أجل مثل هذا المستقبل؟ وفجأة نكتشف من خلال البحث أن الخلود هو مجرد مضيعة للوقت، يكلفنا أن نرتقي لمستوى جديد ونظرة واحدة للأبدية المزعومة. ستجد أنه سيتم ربط واقعنا بلعبة مملة بعد كل شيء، لكن التنبؤ بهذا الآن ربما يبدو مستحيلاً، وسواء سعادتنا أو مأساتنا تنتظرنا في أعماق هذا الخلود المزعومة، فهذا غير واضح، لكن بالتأكيد فإن القادم غير متوقع ومثير للاهتمام. ولكن السؤال هنا، إن عشتم حقاً 1000 عام، فهل ستجدون